بناء على دراسات دولية وبالإضافة إلى أخرى وطنية كإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والإنصات كذلك لمعطيات الواقع، ارتأينا تأسيس مدارس متعددة الاختصاصات لتستجب لهذه المعطيات، وبالتالي خرجت إيباغ الحيز الموجود بتخصصها في السمع البصري والفنون الرقمية. استراتيجيتنا العامة هي إقامة علاقة جدلية مع سوق العمل. اعتنينا أكثر بميدان صناعة الأفلام خصوصاً بعد تحرير القطاع وتعدد القنوات المغربية والأجنبية، ومن هذا الباب دعمنا المقرر بتدخلات دورية للمخرجين والفنانين الموهوبين. لهذا جعلنا من المقرر أوراش مستمرة مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية لإنتاج أعمال احترافية بكل المقاييس. أما فيما يخص الفنون الرقمية، سواء تعلق الأمر بالمشاريع المعمارية الضخمة أو التحريك ثلاثي الأبعاد لتنشهدوه فقط في الأعمال الأجنبية، سياسة إيباغ هي التوفيق بين المعطى الإحصائي للشباب، إكراهات السوق، وأيضا إملاءات الوزارة الوصية، بحيث أصبح منذ سنين دبلومنا معتمد من طرف الدولة في الحين اللي ربطنا فيه شراكات مع جامعات أوروبية في إطار التطوير المستمر لمقرراتنا.